تطفشوا ما تطفشوا ما تتعبوا من الأغاني والأفلام. ما عندك أي شيء ثاني تسويه؟ ما في شيء مفيد تسووه مع بعض؟ تقرأوا قرآن، تحفظوا آيات، مرة ما عندكم أي شيء مفيد تسووه. استغفر الله العظيم. أقول بس روحي جيبي القرآن، جيبي لي القرآن. أنا أدري وينه، أنا كنت حطيت وينه، دائما أحطه هنا في الصالة، ما أدري وين شلتوه أنتوا، في حد شاله مسكوا ما أدري. غريبة يعني، لأن أنا ما أشوف ولا واحد فيكم يمسك القرآن، بس العين ما أدري وين قرآني، مين اللي أخذ قرآني؟ طلع لي إياه شوفي وينه. إيش هناك؟ طيب جيبي إيش تستني يا ربي؟ ضيع لي وقتي. جيبي بس ما أبغى قصير، ما أسوي قصير. شوف.
أبدا، مرة مرة فاضي، كل شيء طالع، ما نبغى كذا احنا. ربي يا ربي، بنات بنات يا ستنا. يا ولدي حبيبي، سلم سلم علي. من قلب أمك، كيف حالك؟ كويس؟ نمت كويس؟ أكلت كويس؟ هذا الذوق، الله ساعده، مره حلو ساعده.
عشان هي تبقى تشوف، يعني يمكن
وش فيها يعني إيش فيها يعني لو لو حاول إنه يساعدك ترضي ربنا ليش إيش فيها إيش المشكلة؟ وخليني أنا هنا.
باش اسالي واقرا قبل ما تستعجل. يلا بس روحي روحي روحي. Yeah.
استفدت من ذا الجروب ما عندهم غير انه غير انهم يشاركوا ذي النكت بس ما عندهم غير النكت اللي نادع بس والله كل كلام فاضي يا راسي بالي